انا فاكر واحد مريض جه معاه ملف من الروشتات والاشعاعات والام ار اي والرنين يعني والتحاليل واشكال والوان، بس كان حاجه غريبه انه عمل 3 عمليات عشان في وجع في بطنه. فراح الدكتور قال له ده المراره، شال المراره. راح الدكتور تاني قال له لا دي الزايده دوديه، شال الزايده دوديه. 3 مرات فتح بطن واصلا في وجع. في الاخر قالوا له هو ضغوط نفسيه انت فيها. فاذا النفس بتتاثر، الروح بتتاثر. انا عايش في الظلمة زي ما قال القديس يوحنا، في الظلمة يسلك من يكره ليبغض أخاه، وفي الظلمة لأن الظلمة أعمت عينيه، بيروح منه الفرح، بيروح منه السلام مع الله. يعني الجسد بيتعب والنفس بتتعب والروح بتتعب، ربنا بيقول لي أنا خايف عليك، ممكن تسيب لي أنا الموضوع